ريت انت هبط لي فيديو بابا، نجم نهبط لك انا فيديو مش تتشوه عند الناس. صدقني نحشم مش نهبطه باش يقولوا سيد هذا يا اخوي حالتك حليله وبرا والله تسخف. نحب نقول لك المعركه خسرتها واصلها، نحبك تكمل توصلها لانه ما تنجمش تخوض معارك خاسره، لانك باش تكمل المعركه ذي باش راني قلت لك باش تاخذ جزائك. يا سيدي مرحبا بكم، اول مره نعمل فيديو على انستغرام، دونك تقول لك مرحبا بكم الناس الكل. مالوريزمون اليوم باش نعمل فيديو على شخص تمرد على العائله وعلى شخص شوه سمعه العائله مالوريزمون، على خاطر انسان يبدو لي انسان معقد، انسان مريض، شغله الشاغل هو اخواته، انسان يحب يحطم اخواته. اش قال لك اش قال لك مشهورين. شفتوا الفيديو اللي هبطوا على بابا يظهر لي اليوم؟ يا سيدي الفيديو هذاك، انا بابا متوفي عنده 3 سنين تقريبا، عامين ونص 3 سنين، الله يرحمه وينعمه. بابا رجل طيب، رجل ربان على الاخلاق وربان على مستوى جيد وعلى مستوى طيب، ما عمره لا ربانا لا على الفضايح ولا على المستويات المنحطه كما اللي قاعدين تشوفوا فيها. قلت الفيديو هذاك عمره 3 سنين، لكن الفيديو هذاك سومه تعرفوا قداش ولا؟ سومه تقريبا 70 مليون. الفيديو هذاك مصور عنده 3 سنين، وسي النمر المقنع يهدد فيا بيها هو بعث لي بعث لي، قلت يهدد فيا عنده 3 سنين هو بعث لي على واتساب، يا تعطيني 70 مليون يا نهبط الفيديو. اش قال لك؟ قال لك انت عاصي والديك وانت كذا، نحطمك انت وعبد الرزاق خوك. با يقول قايل علاش هذا الكل؟ استحقيت فلوس بون نعطيك، مش نعطيك 70 مليون من جاني انا وقت عندي 70 مليون باش نعطيهم لك. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى بابا مريض بالزهايمر وعندي هو الملف الطبي نتاعو، معناتها راجل كبير عمره 97 سنة، تصوروا تحت الضغط والراجل مريض بزهايمر وتحاول تشوه سمعة خوك بالطريقة هذيك، أنت إنسان مجنون، أنت إنسان عادي، أنت ماكش عادي. الدليل أنك أضمرت وسجلت عندك 3 سنين باش تبتزني به تو، خاطر ما عطيتكش، ما نعطيكش، وهبط 20,000 فيديو وقول عاق والديه وقول غيره غيره غيره، الناس تعرف والناس بالله يا سيد. اثنين، هذا إنسان مريض، هذا انسان شغله شاغل، انا وخوه صدقوني حاشم وانا نحكي معاكم ونحكي على السيد هذايا عيب. قلت حاشم بالحق نحكي معاكم على المستوى الرديء وعلى المستوى المنحط، يقول لكم انا صحفي عريق وصحفي كبير. انت صحفي ايش؟ يا ولدي كنت تخدم في الامن وقعد طردك، حتى بكالوريا ما عندكش، حتى جماعه الصحافه ولا الاخبار ما دخلتوش. صحفي عريق بتاع شنو؟ الصحفي العريق يعمل روحه نمر مقنع على اج دو 60 طون وجوكر ومخبي والشرطه تلوج عليك. يا سيدي انسى حكايه الفيديو هذايا، الراجل مسيب عائلته ومسيب داره ومسيب اموره ولهي بعائله ولهي بالناس. يا ولدي شحرقك عليا الحليب يا ولدي؟ برا تلاف حياتك، تلاف حياتك. انت طلقت 6 مرات لانك غير قادر على ان تقيم مؤسسه تاع زواج، طلقت 6 مرات لانك تشرب في 40 حربوشه كل يوم. انت انسان مريض، il te faut un traitement de psychiatrie. معناتها لازمك تلقى حل لصحتك الساعة وتلقى حل لروحك. 60 سنة والشرطة تلوج عليك من بلاصة لبلاصة ما يجيش. يا سيدي إنساني أنا، تسب في خوك عبد الرزاق علاش؟ تتهم في خوك عبد الرزاق علاش؟ شنو هي المستوى هذا؟ يا ولدي إش بيك يا ولدي؟ اتلهي في روحك، حاول أنك تعيش بقية عمرك مستور ومحترم، ما تخليش روحك ضحكة بين الناس. إش دخلك في مرتي؟ وش دخلك في عبد الرزاق؟ وش دخلك وحقائق وعامل لي شان يوتيوب كامل؟ انا ما تنجمنيش راهو، ومعناتها ونيفو كوميونيكاسيون راك تو بو با. انا كي نعمل فيديو 100,000 تتفرج فيه، ابكي على ال 3,000 نتاع انستغرام اللي عندك والسته اللي ابوني في شان يوتيوب نتاعك، وراني حققت لك جزء من الشهره خاطر جبت عليك توا. انا تصويرتك ما نهبطهاش، انا اي حاجه تابعتك ما نهبطهاش، خاطر نحشم على روحي باش نسب خويا ولا باش نقول فيه كلام. اني اصغر منك انا ب 17 سنه تفهم فيا، ونقعد فما جانب نتاع احترام، اما انت تجاوزت كل الحدود الحمراء وفتها. شوف انا وانا نحكي ما نجبدلكش لا عرضك ولا شرفك، تعرف علاش؟ خاطر كي نجبدلك عرضك ونجبدلك شرفك، جبدت عرضي وجبدت شرفي. فهمت هذه تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ هذه يلزمها حد ادنى من المستوى الذهني والمستوى التعليمي والمستوى الثقافي باش نجم تفهم حاجه كيما هكايا، انه اعراض الناس راهي ماهيش لعبه. واذا كان انا شكيت بيك
وعندك بطاقة إيداع بالسجن إلا لأنك جاوزت حدودك الدنيا معايا والحد الأدنى أتو تشوفوا الأيامات الجاية مش تقعد هارب لين تتشد وتاخذ جزائك وتكون عبرة لأنه يعني يعتبر باش قبل ما تقف قدام الإكرون وتبدا تكتب تخمم مليح 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 تو تغساكي وتدي كوا وتقول شنو باش المرة الجاية تتعلم التربية والأخلاق والثقافة هذوما اللي ناقصينك على خاطر انت انسان بالحق ذئب رمادي منفرد تي سول. اه يا سيدي ريكابيتولون ريكاب الحسد والبغض والكره راهو سلوك مدمر ونهايته مدمر وكي تحسد وتبغض احسد في حدود مع عمرك ما تحسد الى اقصى حد خاطر نهايتك يا اما السجن والا مستشفى الامراض العقليه. أنا بعقلي عندي الحد الأدنى من المستوى الثقافي والاجتماعي والأخلاقي أما أنت من خلال اللي تقول فيه الحد الأدنى ما فماش ما فماش أنت علاش يلوجوا عليك الشرطة علاش أنا اعتديت عليك أنا جبتك أنا سبيتك أنت عملت هذا الكل دونك تخلص الثمن هذا الكل وتخلص ثمن الابتزاز والتهديد هذا الكل والأيام بينه يصير روبي الأخوة هك وأكثر من هك وجدي بيان اكثر من هك ولو كان جاء الخو ينفع خوه ما يبكي تي معنا بو انت ماكش خوي ما تنجمش تكون خوي باش نعطيك اون ابروش سهله برشا شوف انت فين وشوف انا فين شوفني انا اليوم مشيت نخدم على روحي عايشه حياتي لاباس مستوره والحمد لله تو تي بيان كل شيء منظم كل شيء مريقل اما انت وين انت مخبي في بلاصه لانك اعتديت على الناس وعلى شرف الناس وعلى اخلاق الناس واعتديت على عائلات رد بالك رد بالك فما سبع شكايات ضدك شكايه في التدليس شكايه في بيع ما لا يملك شكايه في شيكات بدون رصيد راك رشرشي على عند سته ولا سبعه جهات امنيه لانك غلط لانك انسان اسكرو انسان متحايل تحب تتحايل على ناس وتبتز الناس انا خوك صغير وعبد الرزاق تعمل فينا هكايه هك تشوف أنا لاباس اليوم خرجت للشارع تو تي بيان والحياة تستمر اغزر شكلي اغزر لبستي اغزر هندامي شوف روحك شوف روحك بالحق شوف روحك حاجة أخرى أي سيدي إلى متى باش تقعد هكا وغدوة باش تعاود تسب وتعمل فيديوهات وتعمل وتعمل إلى متى ماهيش حياة هذه سلم نفسك إيش إيش خذ حقك ما نسامحكش راه أبدا تعتدي على عرضي وعلى شرفي تعتدي علي انا كشخص ما نسامحكش المسامح مش كريم هنا داكوردو ومش انا بركه مانيش مسامحك لا انا لاخوك لانك فت حدودك ونعاود نقولها لك راهو المستوى الذهني ريتك اللغه العربيه اللي تحكي بها وكل فيلم اللي عامله لو كان نعدي لهم الكلام اللي بعثتولي في واتساب من نص اللوطه كلام ما يتقالش كلام بذي دني ما نتجرأش باش نعملها ريت انت هبط لي فيديو بابا نجم نهبط لك انا فيديو مش تتشوه عند الناس صدقني نحشم باش نهبطه باش يقولوا سيد هذا يا خويا حالتك حليله وبرا والله تسخف نحب نقول لك المعركه خسرتها واصلها نحبك تكمل توصلها لانه ما تنجمش تخوض معارك خاسره لانك باش تكمل المعركه هذه باش راني قلت لك باش تاخذ جزائك ما نحبش نطول احنا زوز اخواتك نجحنا في حياتنا الحمد لله كوننا عائله وجبنا صغيرات وعرسنا وتزوجنا وانت ما عملت حتى شيء والله نقول كي يحسد ويبغض ويكره معقول يصير هذا بالاخوه اما هكا لا هكا يا مرض هكا انت انسان مريض وتحب تشوه اخواتك على خاطر معروفين احنا معروفين ونص والناس تعرفنا وتعرف اخلاقنا وتعرف تربيتنا اما انت الناس ما تعرفكش لانك تتمنى انك تكون معروف في الاخر على 62 ها ذئب رمادي منفرد على اليوتيوب وعلى انستغرام نهايه خايبه نهايه مؤسفه وحبس يستنى فيك شفت الفرق بيننا وبينك الفرق بيننا وبينك انه احنا عندنا اخلاق وعندنا تربيه انت لا عندك لا اخلاق ولا عندك حتى تربيه صباح الخير.